السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتوما بخير، صحيحكم بخير. اليوم جيت نقدم لكم الروز بالشعريه، هذا الروز بالشعريه ديال المصريين، وكيديروها حتى الخليج، مو مصر وخليج. كيحتاج واحد نص كاس تاع الزيت، كنديروا فيه الشعريه، كنقليوها مزيان وكنحركوا، ضروري تسمع التحريك، حيت الا خليتها تقدر تحرق لك ولا تلطع لك داغي. مهم كتحركي مزيان يدك، ما تحيدش عليها كاع، حتى الحيدات كتحيد في واحد الدقيقه هكاك ولا شي حاجه، اما تحيديها وتخليها الا كتبقاي تحركي مزيان وتقلبي فيها مزيان وتتحمر كامله كامله تحمر. عاد كتضيفي عليها الروز، وانا هنا كنحرك فيها باقي ما تحمرتش، هنا تحمرت ليا، شتي فاش تحمرت؟ ها انتو شوفوا سيادي، شوفوا حباباتي، شوفوا بان راه تحمرت. شتي هذا غير نص كاس تاع الزيت تحمر فيه مزيان، ودابا كنضيفوا ليها الروز. الروز يكون مغسول ومنشف، باش كتحيدي داك النشا البيض ديالو كتغسليه مزيان وكتنشفيه، خليتي شي نشف على خاطرو، كتقلبي مزيان وكتخوي على نص تاع الروز، كتخوي مزيان هاكاني، تقلبي تقلبي مزيان تقلبي، عاد كتزيدي عاوتاني الروز لاخر اللي بقى. هاد الطريقة كتجي زوينة، كتجي حبة حبة وكتجي زويون، أنا كيعجبني. وختي فاطمة الزهراء تاهي كتموت على هاد الروز، هذا كتجي بحال الروز كلاص، كيجي حبة حبة ومع التحريك. وهنا كديرها الشوربة ديال الدجاج، سلقة فيها الدجاج هي اللي درت بها، ما درتش بالماء ولا شي حاجه، انا درت بها داك الشوربه ديال الماء ديال المتا الشوربه ديال الدجاج، كتطلع واعره. انا هذا الروز هذا كنموت عليه، كنموت على الروز بشعريه، كنموت عليه، كيعجبني. كنديروه هنا صفاي باش نصفيو الشوربه ديال الدجاج، تبقى فيها شي عظيمات. انا كنبغي ندير فيها الشانوز، كندير فيها كمون صبوب، ممكن ندير هذاك الشيء فاش نهار نوريكم الشوربه ديال الدجاج كيفاش كندير لها. شتي وهنا ورقه سيدنا موسى والزعتر، وهنا كنخلي الشوربه ديالو مزيان تدير مزيان، وكندير على نهار مهيله، نار نار مهيله بزاف، كنا قاعده كنزيد الملحه، كنزيد على معلقه نص معلقه ديال البزار، كنحركها. وهنا كديري البوطه، كديريها على شمعه، يعني بحال ناقصه بزاف باش كيطيب على خاطر، وحده وحده. وهنا كنخليه يطيب، شوف حتى كيشرب هذاك الماء ديالو. وانا غنوريكم هنا البوطه، شتي البوطه صغير الشمعه، وكيشرب وكتخلي فيه هذاك الروع، ما كتزيديش الروع عاوتاني ولا شي حاجه، لا صافي كتسدي عليه. ايوا هنا طاب لينا اسيادي وحباباتي، طاب شتي كيطيب حبه حبه، وشي شعريه تبارك الله والصلاه على النبي كديره. والروز واعر واعر والله، حتى كيجي حبه حبه بحال الروز كلاصي، ما كيجي لا معجن لا حتى شي حاجه، كيجي روعه. وتبارك الله والصلاه على النبي عليكم، وبسلامه عليكم، وكنتمنى منكم كل التوفيق.